وعدم تعاقد يا كابتن الاهلي مع باك رايت في الوقت الحالي ولسه استمرار باسم علي مع الجونه، النادي الاهلي لسه ما قررش هيرجع ولا لا، فارس طارق شايف انه ممكن يكون ليه حظوظ في الدرجه الاولى الفتره اللي جايه؟ هو ده من الاسامي مثلا اللي انا كنت حاططها. طب قول الو يا ولو كابتن. اتكلمت وانا اتكلمت عليه طب قول الو. الو الو ايوه يا كابتن عمر. يا ساتر يا رب يا ابني انت ورايا. ازيك يا فارس عامل ايه؟ الحمد لله عامل ايه؟ كابتن فارس طارق باك رايت فريق شباب النادي الاهلي، يعني اكيد طبعا مبسوط انك موجود معايا. كابتن عمرو بيتكلم عليك بشكل كويس جدا وسالته اهو قبل ما تخش، واكيد انت سمعت عن فرص وجودك في الدرجه الاولى، وقال من الاسماء اللي كنت كاتب عنها في التقرير انها تبقى موجوده في الفريق الاول. اكيد انت متابع الحاله اللي موجوده في الدرجه الاولى، وان النادي الاهلي بعد رحيل احمد فتحي وجود محمد هاني باسم علي هيرجع ولا لا، اكيد انت جواك حماس كبير جدا وطاقه على انك لما تبقى موجود ان شاء الله يعني تمسك الفرصه بايدك واسنانك. اكيد طبعا يعني والله، واصلا يعني كابتن عمرو كمان كان معايا من السنه اللي فاتت مع السبعتين، هو اللي صعدني طلب التصعيد يعني، ومع اول الموسم برضو السنه دي مع 99 هو اللي طلب ان انا اصعد برضو. الصراحه يعني كابتن عمرو يعني استفدت منه كتير جدا، سواء عن الخبرات اللي استفدتها معاه او في المراكز، يعني انا لعبت معاه اكثر من مركز، يعني انا اصلا باك رايت ولعبت معاه السنه دي سيرد باك اكثر من لعبت باك رايت كمان، ولعبت فيندر برضه، فهو بصراحه يعني ثقته فيا دي بصراحه يعني حاجه تفرحني جدا. طيب مبسوط من القرار اللي اتحاد الكوره اخده النهارده ان استمرار بطوله 99؟ اه اكيد طبعا، لان ده بيدي حظكم حلو الجيلين، يعني فرصه هنا كلنا طبعا ان احنا نثبت نفسنا تاني وناخد فرصه ثانيه اكيد. كابتن عمرو يعني نصيحة على الهواء تقولها بقى لفارس، تقول له ايه؟ معلش حاجة على الهواء. لا 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 لا، يعني انا هو بص، هو زي ما قال لك، خلي بالك فارس كمان كان من اللعيبة اللي كانوا موجود معايا في 2000 منتخب 2000 لما انا كنت ماسك منتخب 2000، فانا المجموعة اللي هي بتاعت ال 2000 دي انا يعني عارفها كويس، اشتغلت معاها فترة طويلة في المنتخب فعارفهم كويس. وعندي فيهم ثقة، يعني ثقة كبيرة، يمكن هو حتى يعني قال حاجة انا برضو نسيت اقولها عليه، هو متصعد معانا من السنه اللي فاتت لما كنت ماسك ال 97. فراجع عن عارف خلفيه عنه وعارفه كويس قوي على كل طلبه. وكون ان هو لعيب يقدر يلعب في مسابقه اكبر منه 3 سنين، يعني دي حاجه برضو تتحسب له، ان كان هو او كان في برضو مصطفى الياس، في زياد طارق، انا بكلمك على المجموعه اللي هي بتاعت ال 2000، مصطفى شوبير، احمد طارق سليمان، كل دي مجموعه من يعني من لعيبه كويسه ولاعيبه مميزه محتاجه فرصه، يعني انا دايما اقول كده، الناس دي محتاجه فرصه، محتاجه تتشاف، محتاجه انها تتشاف كويس، ومش لازم تتشاف بس في المباريات بتاعه الدوري بتاعتنا، لان يعني برده مهما كان انت بتلعب في دوري قوي او بتلعب في دوري جمهوريه وفي منافسات قويه وفيها فرق تقيله جدا لانك بتلعب دوري ممتاز، لا التمرين مع الفريق الاول مختلف، الخبرات اللي هيكتسبها مختلفه، الاحتكاك، القوه، السرعه، المباريات الوديه، كل دي حاجات، كل اللعيبه الصغيره لعبت كده. فانا نصيحتي ليه ان هو يعني الـ الطريقه اللي هو ماشي بيها والفكر اللي هو ماشي بيه والطموح اللي عنده والاصرار اللي عنده لا يزوده وما يقفش على حاجه، وطول يعني الفرصه لو ما جاتش دلوقتي ما مش عايزه ييأس، يعني مش معنى ان في 3 لعيبه طلعوا موجودين دلوقتي وفي ناس تانية ما طلعتش ان الفرصه بالنسبه لهم، لا خالص بالعكس. انا لسه بقول لك في كلامي حضرتك هتقسمهم، حاجه مش انا او يعني لجنه التخطيط مع التنسيق مع المدير الفني بالظبط مع فاينر، هو ده اللي هتتاخد مراكز، هتتاخد مراحل، هتتاخد فالفرصه جايه بس هي الحاجه الكويسه بقى لما تجيلك الفرصه تمسك فيها وما تتخلاش عنها.